نأتي إلى بعد ما عرفنا الأهداف التي تقوم عليها الأندية، المرافق التي توجد بالأندية. مرافق توجد بالأندية تكون على ثلاث أمور، هي أما أن تكون صالة مغطاة أو أماكن مغلقة، وتكون تلك الأماكن المغلقة مختصة بألعاب مختلفة، وكذلك تكون ملاعب خارجية وتختص باللعبات أيضا مختلفة، وكذلك غرف ومكاتب ومعسكرات تختص بتلك الأندية الرياضية. لو أتينا ودخلنا في عملية الصالات المغطاة، الصالات المغطاة نجد في كل نادي هنالك صالة مغطاة يوجد بها عدد معين من الكراسي للمتفرجين أو الجمهور، ونجد أن هناك إعداد لتلك الصالة الرياضية، إعداد فني معين بأرضية معينة، بحيث أن تكون تلك الأندية أو اللاعبين أن تكون سليمة لأداء ذلك التمارين، وأن تكون تلك المرافق مهيئة بالشكل السليم البعيد عن بسبب لا يؤثر على عليهم بإصابات بالمفاصل أو بالأربطة أو إصابات بشكل عام مما يؤثر على انقطاع اللاعب عن النشاط الرياضي، وبالتالي ابتعاده عن النادي، وبالتالي خسارة اللاعب وابتعاده عن المجتمع الذي يحبه. أيضا هنالك والمقصود في الصالات المغطاة، من هم الذين يستفيدون من الصالات المغطاة؟ طبعا هنالك ألعاب كرة الطائرة يتم عمل التدريبات عليها، وكذلك كرة السلة، وأيضا نجد كرة اليد، وكذلك الألعاب المختلفة التي يحتاج أن تكون الصالة مغطاة مثل الجودو والكاراتيه وبعض الألعاب أيضا، ونشأت أيضا لعبة كرة القدم للصالات والتي جذبت كثير من الجماهير بحكم صلتها بكرة القدم والشعبية لوجود المهارات والاستعراضات بين اللاعبين في تلك الصالات المخصصة والمختلفة عن العشب سواء الطبيعي أو الصناعي. فنجد أن الصالات المغطاة تخدم الألعاب مختلفة غير كرة القدم، فلا بد أن نعرف تلك المرافق لكي في حالة الاستثمار أين سوف نضع الإعلانات التجارية أو كيفية استغلال تلك الأماكن في الصالة، سواء في الصالة الداخلية أو في الملاعب الخارجية أو في الغرف والمعسكرات. ونجد أن الملاعب الخارجية نجد أن هناك ملاعب عشب طبيعي منارة بشكل جيد ومناسب لإقامة التدريبات المسائية، وكذلك حسب الشروط التي تضعها الاتحادات الدولية، وهي وجود ملاعب مخصصة، وهنالك ثلاث مقاسات دولية معترف بها، سواء 90 متر طول في 60 عرض، وكذلك 100 في 60 و 115 عفوا 110 في 70. فكل هذه المقاسات نجد أنها يعني نجد أن الملاعب تختلف، ولكن كل الأندية تحط أقصر مقاس معتمد أو أقل مقاس معتمد لإقامة التدريبات، لأنها لا تقوم عليها مباريات بشكل رسمي أو بشكل أعداد كبير جماهيرية، مما لا يستدعي وجود مساحات أكبر، وتلك المساحات كافية. أيضا وجود مضمار حول ذلك الملعب لإقامة ألعاب القوى كما تعرفون، وأيضا سباقات الخيل والجري والأنشطة المختلفة، سواء باستغلالها بإقامة مهرجانات للسيارات أو استعراض الدبابات، وكل تلك الأندية فيها مرافق مخصصة وحسب مواصفات فنية مطروحة من الاتحادات المحلية أو الإقليمية أو الدولية. فنجد أن في حالة يعني تغير الأجواء ووجود ألعاب شتوية أو ألعاب مختلفة، لابد أن يكون هناك صالات مغطاة، يلجأ إقامة أو مسير النشاط إلى وجود صالات مغلقة لإقامة النشاط وسطها، ولابد أن تكون الأندية مهيئة لتلك العملية. أيضا لابد أن يكون هناك غرف ملحقة سواء بالأندية الرياضية، سواء معسكر لإقامة لنوم اللاعبين في ليلة المباراة، وكذلك هنالك مسارح وهنالك مكتبات وهنالك غرف تضم
بها الكثير من المكاتب الإدارية، سواء لرئيس النادي أو أمين العام للنادي، وكذلك أمين الصندوق، وكذلك لكل مدير لعبة أو مسؤول فني لكل لعبة أن يكون له مكان مهيأ لكي يقوم بإعداد البرامج الخاصة بفريقه أو بلعبته الخاصة، وكذلك تطوير الاحتياجات، وأيضا وجود مخزن يضم به الزي الرسمي للنادي، وكذلك الملابس الخاصة بالنادي سواء تيشيرتات أو التوب الكامل الرياضي المتعارف عليه، ووجود تلك المخازن سواء بالكور المختلفة، كرة القدم أو كرة السلة أو كرة الطائرة، والأدوات اللازمة لإعداد تلك الألعاب والأنشطة. وأيضا نجد أن هنالك مسابح تعتبر من المنشآت الداخلية بالنادي، وجود مسبح يضم به مسبح أولمبي أو دولي معين تقوم فيه حارات معينة لتسابق تسابق اللاعبين أو تسابق السباحين فيه من أجل الحصول على ميداليات سواء أولمبية أو محلية. وكل هالمرافق لابد أن تكون مهيئة بالشكل السليم والشكل الفني المتعارف عليه حسب الأصول المعتمدة. طبعا أيضا نجد أن هنالك لابد أن يكون في حالة وجود ممارسين كثير وجماهير كثير وإقامة حدث رياضي في النادي، لابد أن يكون هنالك مكان مهيئ لمواقف السيارات لوقوف سواء اللاعبين أو الإداريين أو المدربين، وكذلك وقوف الجماهير في حالة حضور حدث معين أو نشاط معين للعبة مختلفة. فكل هذه الأمور لابد أن تراعى وتطبق بالشكل الصحيح الذي يستفيد من مرتادي النادي سواء لاعبين أو إداريين أو فنيين أو جمهور. وكذلك لابد من مراعاة أن تكون هنالك بيئة مناسبة لجذب الجماهير أو وجود الأشخاص بكميات وكتل كبيرة، أن يكون هنالك دورات مياه أجلكم الله بشكل سليم، وأيضا في حالة وجود صلاة لابد أن يكون هنالك مسجد أو مصلى كبير لإقامة الصلاة به، وأيضا وجود أماكن لإعداد الطعام بشكل جدا مميز لكي يخدم مرتادي النادي وبشكل صحي. وأيضا لابد أن نوسع الجوانب بالمرافق الأندية، ونجد أن كثير من الأندية سواء المحلية أو العربية، نجد الكثير من الأندية استغلت الأراضي الخام التي لا يوجد بها أي، يعني تعرفون في كل وطن يخصص لكل نادي مساحات كبيرة من الأمتار والأقدام لكي يقومون على عملية إنشاء تلك الملاعب والمرافق والصالات المغطاة، ويوجد بها مساحات جدا خيالية ولم يعمل بها أي ملعب أو لم يعمل بها أي نشاط رياضي. فبالتالي لابد أن يكون هنالك استغلال تام من النادي أو مسيري النادي أو مسؤولين النادي بإقامة سواء في الجانب الأول تركيز على الجانب الفني وإقامة سواء ملاعب رديفة أو ملاعب مختصة في أو توسيع بعض الألعاب كإقامة ملاعب تنس خارجية أو ملاعب سلة خارجية، وكذلك إقامة ملاعب صالات خارجية لكرة القدم أو مختلفة. أو الجانب الآخر أنه يكثف عملية الجانب الاستثماري، وهذا موضوعنا المهم، أنه لابد أن تراعي الأندية المساحات الفارقة من الأرض، أن يكون هنالك مشاريع استثمارية سواء إقامة مول أو معارض تجارية والاستغلال تلك المعارض بإيجارها وإعادة تلك المبالغ لخزينة النادي من أجل صرف على الأنشطة، وبالتالي تحقيق أرباح وزيادة الإنجازات الرياضية بسبب وجود موارد مالية. فنجد أن الكثير يعني من الأندية مقصرة في هذا الجانب، ولكن لعلي أضرب مثالا في مصر وفي نادي الزمالك المصري، نجد أن النادي الزمالك مستغل شارع كبير جدا ووجود معارض
تجارية تؤجر بمبالغ يعني تصل إلى مليون جنيه بعض المعارض من أجل الحصول على موارد جدا كبيرة. وكذلك هذا يعتبر استثمار وعائد يضخ للنادي مبالغ مالية. وأيضا لعل في البحرين نادي المنامة نجد أنه استغل شارع تجاري ووضع معارض واستغل ذلك الجانب من أجل زيادة الإيرادات المالية للنادي. فنجد أنه النادي لابد أن يراعي، حتى لو أنشئ مشروع صناعي خدمي أو مشروع استثماري سكني أو فندق لكي أن يكون هنالك عمل، واستغلال الأرض بالشكل المناسب من أجل تحقيق إيرادات. لابد أيضا أن تراعى وجود إدارة إدارية مختصة بعمل النادي، لأن المنشآت هذه طبعا هي علم يدرس في التربية الرياضية وفي جامعات علمية، وهو تخصص إدارة الرياضة أو إدارة المنشآت الرياضية، والمقصود بها كيفية تشغيل تلك الملاعب وكيفية صيانتها وكيفية الحصول على الشروط واللوائح والمواصفات الخاصة بكل ملعب. وهذا الأمر لا يتعلق بمادتنا، وإنما لابد أن يكون مسؤول الاستثمار في النادي على علم ودراية ما هي مرافق النادي، وكذلك ما هي أهداف النادي، وكذلك ما هو النادي الذي يعمل به، لكي أن ينسجم مع ذلك العلم، وأن يكون على دراية في حالة وضع أي قرار أو خطة تسويقية أو خطة لجلب مبيعات أو لاستقطاب مستثمرين أو شركاء استراتيجيين، أن يعرف ما به ناديه وكيفية الإعلام بتلك المرافق، سواء عند مسبح النادي أو مثلا في المطاعم المختصة، أو إذا كان مثلا الراعي مختص في عملية التغذية أن يكون لديه مكان في النادي لبيع منتجاته أو مطعم أو مكان مخصص لإقامة مشروعه الاستثماري، لكي يكون شريك استراتيجي على مستوى بعيد. وبما أن العملية لابد أن نطلع عليها بشكل إيجابي، ولذا كانت المادة العلمية تتطلب وجود أو معرفة الأندية الرياضية. بعدما عرفنا إدارة الأسس الإدارية وأيضا الأسس العلمية لإدارة العمليات في الشركات وكذلك الاستثمار الرياضي، فنحن نأتي نحن كطلبة أو مسؤولين عن إدارة الاستثمار الرياضي كيفية الربط بين عملية المفاهيم العامة التي تناولناها وكذلك مفهوم الاستثمار الرياضي. ودخلنا الآن في الأندية الرياضية، ما هي الأندية الرياضية؟ ما هو الأماكن التي يجب أن نراعيها في الأندية الرياضية استثماريا من أجل الحصول على عوائد مالية؟ وسوف نتطلع إن شاء الله في المحاضرة القادمة إلى وسيلة في حالة يعني، وهذا توجه سبقتنا فيه الأندية الأوروبية، وهي خصخصة الأندية الرياضية واعتمادها على القطاع الخاص، ويعني غلبت القطاع الخاص على عملية الاستثمار في النادي، وابتعاد الحكومة أو ابتعاد المسؤولين في الحكومة عن الرياضة. وهذا الأمر من الوسائل أو الحلول العلاجية لتطور كرة القدم، وسوف نتناولها إن شاء الله في المحاضرة الرابعة. إلى هنا أستودعكم الله، وأراكم في المحاضرة الرابعة بإذن الله.